الحضور النسوي والالتزام بالفلامينغو المبتكر، العنوان البارز للمؤتمر العالمي للفلامينغو في نسخته الثالثة والتي تحتضنه العاصمة الثقافية للمملكة الرباط مرة أخرى. المؤتمر من شأنه تقريب الجمهور من هذا الفن الضاربة جذوره في عمق التاريخ ببرمجة حافلة تتنوع بين 13 عرضا يقدم في 7 مدن مغربية: الدار البيضاء، مكناس، طنجة، تطوان، مراكش، أكادير، علاوة على تنظيم ورشات، ندوات وعرض لأفلام وثائقية. ننظم الليلة النسخة الثالثة للمهرجان العالمي للفلامينغو الذي تحتضنه العاصمة الرباط مع جولات بدول مختلفة لن تعرف فقط عروضا موسيقية صرفة بل برمجة متنوعة ما بين الندوات، الورشات، عرض الأفلام الوثائقية ذات صلة بتيمة الفلامينغو النسوي. مهرجان الفلامينغو ليس فقط بالمغرب، دي بلدان، بعض البلدان بينهم المغرب، والأرض هذه هي الليلة من فلامينغو مبتكر ونسوي. مبتكر لأن الفلامينغو موسيقى تقليدية، لكن يوجد طريقة جديدة لتعبر الفلامينغو ونسوي، لأن الفريق بين النساء هم يريدون أن يغير الدوار التقليدي بالفلامينكو. سهرة الافتتاح عرفت تقديم عروض متنوعة اكتشف من خلالها الحاضرون سحر هذا الفن الجامع بين الغناء، الرقص والاستعراض في قلب ساحر. احنا فرحانين بزاف اللي جينا هنا يا مسرح محمد الخامس لأول مرة أنا تنحضر هذا النوع ديال ليزيفيرمون ديال سيرفانتيس، اي سانو في بليزير أننا نشوفوا الفلامينكو ونكتشفوه معكم في هذا التظاهرة. البرنامج سيعرف مشاركة وازنة لنجوم بارزين في فن الفلامينغو كسوايا مورينتي، سلالة أحد أكبر المبدعين في الفلامينغو المعاصر، روسيو ماركيث، والفرقة الخماسية العضوات النسوية للابوراتوريا، المشروع الرائد في الأداء النسوي للفلامينغو وغيرهم.